الحمد لله. ناخذ ايضا ابو نايف من القصيم، تفضل اخي ابو نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بس. تفضل. عندي قضاء 15 يوم من رمضان الى سنه الحين ما قضيت، ما ادري ايش علي. طيب شكرا. نعم. يقول عليه قضى من ايام رمضان الفائت وحتى الان لم يقضي هذه الايام، ماذا عليه؟ عليه المبادرة بالقضاء قبل أن يأتي عليه رمضان القادم، يقضيها قبل أن يأتي عليه رمضان القادم ويفرغ ذمته من هذا الواجب. إذا كانت من رمضان الموالي يكفي القضاء. نعم.